بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء وزيارة الرعوية الأولى لسيادة المطران جمال دعيبس النائب البطريركي للاتين في الأردن إلى كنيسة انتقال السيدة للاتين في السلط، ترأس سيادته القداس الاحتفال الذي أقيم في ذات الكنيسة بحضور عدد من الأباء الكهنة وجمع كبير من أبناء الرعية. وفي عيادة القداس أشار المطران دعيبس إلى أن أكثر ما يميز أمنا البتول هو إيمانها المطلق بالمسيح، ومن هنا علينا أن ننغمس في كلمة الله وأن يكون لدينا هذا الإيمان ذاته، لافتا إلى مكانة العذراء المقدسة في الحياة المسيحية والكنسية. من الجميل أن نرى المؤمنين مجتمعين في عيد العذراء، في عيد الكنيسة. العذراء هي الأم، هي الشفيعة، ومحبتها هي التي تجمعنا اليوم حول مائدة الرب، هي التي تدعونا جميعاً لكي نجتمع حول ابنها. اليوم في هذا العيد وعيد الرعية وعيد أمنا مريم العذراء المنتقلة إلى السماء، نحتفل معاً كعائلة واحدة، كرعية واحدة حول مذبح الرب. في عيد العذراء نتأمل اليوم في انتقالها إلى السماء بالنفس والجسد، بهذه النعمة العظيمة التي منحها الله لمريم، والذي هي تتويج لحياتها وللنعم الكثيرة التي نالتها. سمعنا في الإنجيل المقدس مع تعظم: إن القدير صنع بي أموراً عظيمة. نعم، وعندما ننظر إلى حياة مريم العذراء نرى هذه النعم العظيمة التي حصلت عليها منذ البداية، من بشارة الملاك لما بشرها وقالها يا ممتلئة النعمة. فاليوم ننظر إلى هذه النعمة انتقالها كالتتويج لكل النعم. واختتم القداس بالدورة المريمية وسط أنغام جوقة الكشافة وابتهالات المصلين، أن تحفظ السيدة العذراء كنيستهم الأولى في السلط، وأن يحفظ الرب الإله الأردن من كل شر. لكِ يا مريم سلام.